حبيبي وحشني اخواتي المتابعين الكرماء اللي على دماغي، احلى لقمه عيش النهارده، اربع فدادين واخد البالك، حاجه محترمه، ارض طينيه واخد البالك زي ما انت شايفه دهيت، مزروعين ايه؟ مزروعين بطيخ لب. بطيخ لب يعني ده بيطلع اللب، بطيخ لب، حاجه محترمه شايف؟ حاجه 10 على 10 تمام. الطاقه بتاعتهم 50، مساحة البير 50 فدان، الغطس بتاعها 60، قريبين على القرية أدهم، معهم حيازة زراعية، أهي القرية جنب منهم، معهم حيازة زراعية، الطريق بتاعتهم ها، خط المواصل بتاعهم ها، كل فدان عليه المحبس بتاعه ها، تمام، فيهم شجر يثبت لك إن الأرض دي قديمة، تمام، مزروع عليه بطيخ، انزل كده معايا بعد إذنك، انزل معايا ها. البطيخ ده بيطلع اللب السوبر اللي بيتقزقز تمام. ويا سلام ما تعرف السعر، يا سلام حاجه، بص هتجيني طاير كده. الاربع فدان فيهم فدان حجاز على فكره، فيهم فدان حجازي من تحت، من تحت ايوه، تعالى نبص تمام. طيب تعالى الناحيه دي عشان ماشي. الاضاءه بس تمام ماشي. بص يا سيدي الارض دي تبع ايه؟ تبع اللي وصبيح تمام. الفرافره هذا بص اللب بسم الله ما شاء الله جديد. الارض فيها لب كويس بسم الله ما شاء الله يعني ايوه. طيب تبع الفرافره ايوه، الوادي الجديد ايوه تمام. الارض معاها حيازه وبطاقه أيوة. زراعيه بتصرف كمال تمام تمام. الارض تبع ايوه الفرافره اللي وصبيح تمام. البير على 50 فدان حاليا، مساحه البير اللي زرع البير 50 فدان تمام تمام. الأرض لها يوم، لها يوم كامل، الأرض متقسمة أيام، يوم 24 ساعة لو عايز طبعا إيه شغل هو كده 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 اليوم بيقضي يعني، بس اليوم بيقضي وبتزيد معاك المية تمام، ليك 12 ساعة طاقة شمسية تمام ماشي. حاجة تبارك الله، أربع فدادين فيهم فدان حجازي والثلاثة مزروع اللب تمام. هي لب يعني بطيخ بيطلع اللب ها. نروح للبرسيم، ما هو البرسيم هيروح فين يا غالي ها؟ تعال الطريق بتاعتهم اهي جنبيهم. الارض الارض لها ثلاث طرق، الارض لها ثلاث طرق من بره أيوة. تمام. طريق في نص الارض اللي هو ماسك اللي عليه الخط الرئيسي بتاع الميه تمام، وطريق في اخر الارض بالعرض، وطريق في اولها بالعرض تمام تمام، على راس الارض تمام تمام. ده هم جنب القريه، هذه القريه جنبينها ومش مستحقين يعني. وهذا البرسيم الحجازي ولا عاوز منهم فدانين ماشي. وادي البرسيم الحجازي وفيها بهايم اهيت، بس طبعا انت مش هتاخدها بالبهايم. هادي بالفدان البرسيم الحجازي، هادي البرسيم الحجازي، هادي اللب ده هم لغايه الطريق فوق، وادي الطريق اللي نازله معاهم لتحت تمام. اها تبارك الله حاجه حلوه. سعر الفدان 130,000 وايه وقابل للتفاوض، يعني نقعد مع صاحبهم ونتفاوض معاه، انت وشطارتك معاه. اشوفكم دائما على خير.